لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من سورة النحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس. متفق عليه. رئيس هذه الحفلة المسابقية وحكامها الحاذقة وضيوفنا المكرمة وأساتذتها المشرفة، إنكم تعلمون أن موضوع هذه الحفلة هي مكانة إمامنا أبي حنيفة. الأمر هام، فألقي عليكم إرشادا قليلا بتوفيق الملك العزيز العلام. فيا معاشر المسلمين، كان الناس في الظلمة وكانوا في حماقة وكانت عادة الناس شنيعة، فحينئذ أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هداية للأمة، فصار الجهال بصحبته صالحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. وهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين الذين قاموا بإقامة أحكام الدين، منهم خاصة إمام المشارق والمغارب أبو حنيفة النعمان رحمه الله. قال حماد عن شعري: كان أبو حنيفة في زمانه أزكى الناس وأعلمهم وأعظم الناس وأفقههم. وقال عبد الله بن المبارك: أبو حنيفة وأمير المؤمنين في العديد. أيها الإخوان، أبو حنيفة ونعمان بن ثابت بن مرزبان من أبناء أحرار فارس، وولد سنة 80 من الهجرية، وهو فقيه الأمة وأحد الأئمة الأربعة الفقهية، وأدرك عصر السعابي، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه 20 سعابا، وهو أول من دون الفقه ورتب عنه أبوابه وكتبه، وكان عالما عاملا عابدا زاهدا تقيا، إماما في العلوم الشرعية، بايع الثياب، حسين الوجه، جميل اللحية، أكثر الناس صلاة وأعظمهم أمانة، كان دائما الفكر طويل الصمت، كريم العقل، قليل الضحك، سهل الخلق، لين الجانب، مشفقة بالنفقة، وأحسنهم مروءة، وهو سراج الأمة أبو حنيفة. الله أكبر. ويا أيها البراء، له شؤون عظيمة، وفي منام يمي ينبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عظامه وجعل يجمعها ويؤلفها. فقال ابن سيرين رحمه الله عن جرح منامه: هذا رجل ينبش علم النبوة ويجمع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو حنيفة خاشعا للصلاة شديد الخوف لله عز وجل. فقال السمرقندي رحمه الله: كان أبو حنيفة يختم القرآن في كل ليلة وفي رمضان 60 مرة و55 مرة حج في الكعبة. وختم القرآن في الكعبة 4 من الأمة، منهم أبو حنيفة. وكان صابرا زابدا عن الدنيا، ضرب بالسياط مرة 100 أصوات على أن يقبل القضاء، لكنه ترك الدنيا ولم يقبل القضاء، وهو أبو حنيفة. وقد سبر العلم بأسرها، أما علم الكلام فبلغ فيه ما بلغ، وأما في الأدب والنحو فبلغ فيه الغاية، وأما في القراءة عرضت على القراء في أيامه فتعجب من حسنها القراء، وهو أبو حنيفة. وأما في الحديث فقال أبو يوسف رحمه الله: ما رأيت أحد أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة. وأما في الفقه قال الشافعي رحمه الله: الناس عيال على فقه أبي حنيفة. وقال مالك رحمه الله: لو أراد أن يدعى أن عمود الخشبية هي الذنب فيقدر عليه فهو أبو حنيفة، وكان جوادا سقيا، وتصدق لطلب العلم على أبي يوسف ومحمد وغيرهم كثيرا كثيرا، وهو أبو حنيفة. أيها البرة، قال مسعر بن قدام: طلبنا معه العديد فغلبنا، وأخذنا بالسود فبرع علينا، وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما رأينا، وهو منور للأمة أبو حنيفة. إخواني في الله، إن الحافظ الذهبي حتى أبا حنيفة من حفاظ الحديث ويحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الأمة، ويا ويلتا على من يقول أن أبا حنيفة ليس بإمام الحديث بل إمام الفقه فقط، فالأحمار إمام الفقه ماهر على أصول الفقه، وأصول الفقه عيال على أربعة: كتاب الله والحديث بالسنة والإجماع والقياس، فالذي إمام الفقه البتة هو إمام الحديث.
قال سفيان رحمه الله: أول من صيرني معددا وهو أبو حنيفة. وذكر البخاري رحمه الله باثنتين وعشرين عديدا من كتابه لكونه ثلاثية، ومنا على عشر عديدا رويت من طلاب أبي حنيفة. أيها الحاضرون الكرام، قال الذهبي: أن أبا حنيفة أزكى الناس، اضطره جعفر على أن يلي القضاء لإسكاته عن الحق، لكنه عذر أباه فقال: كذبت. فقال أبو حنيفة: لا يجوز للأمير أن يعطي القضاء كاذبا. وضرب عشرة ومئة سود ليقبله وأدخله السن، فلما أبى مرة بعد مرة دسوا عليه السم فقتلوه، وهذه 150 سنة من الهجرية. قال حسن بن العمري عند غسله: رحمك الله يا أبا حنيفة، لم تتوسد بأمينك في الليل منذ 40 سنة. ودفن في مقبرة الخيزوان في بغداد مات نعمان، فلا بلفق فلا فقه لنا، ومن هذا الذي يحيي الليل إذا ما سدفا؟ فالحضرة قد علمنا من حياته عبرة كثيرة، فعلينا أن نتخذها. وفقنا الله جميعا أن نعمل بما سمعنا. آمين آمين. والسلام عليكم يا جماعة الحاضرين.